وطبعا للاسف العراق دخل ضمن منظمه اللائحه المنظمه الصحه الحيوانيه العالميه باعتباره هو مسجل ضمن الدول اللي شخصت بها هذه الاصابه، وهذا طبعا راح يمنع العراق منه مستقبلا امكانيه عدم تصدير اي منتج من منتجات الدواجن خارج البلد. هذه بصراحه ما كنا نتخوف منه، انه العراق يتحول الى بؤره، وبالفعل هذا طبعا كان نتيجته هو الاستيرادات العشوائيه من دول الجوار، من عدم وجود ضبط للمنافذ مع اقليم كردستان. هذه كلها اسباب يعني جعلت الادياله هي يمكن المحافظات الاولى اللي تصاب قبل محافظه بابل، وبالتالي انتشر اليوم المرض في بابل، وراح يكلف طبعا المربين مبالغ طائله. طالبنا رئاسه الوزراء عبر كتاب وجهناه من اللجنه انه الاستعجال او الاسراع بتعويض اصحاب هذه المشاريع. هذه مشاريع كلفها عاليه، بها فرص عمل لابناء المحافظه، ايضا تامل باعتبار امن غذائي لابناء دياله والمحافظات الاخرى، وراح نبقى بتواصل مع الحكومه من اجل الاسراع بتعويض اصحاب هذه المشاريع.